يا سيبتو الراجل وسيبتو ليا في الصندوق عباد الله. انا ولدي سيبتو الامارات راجل ومسيبتني ليا في الصندوق عباد الله. وسيبتو راجل 26 سنه كامل مكمول قاري مثقف خدام ومسيبتوه ليا في الصندوق. انا ما عرفتش شنو هو السبب. انا سقت الخبر بلي راه ولدي ميت. انا ما شفت، انا ولدي غا في الفيسبوك راه ميت. كل واحد اش تيقول، عرفتي ملي كتهلب راه تيقول لك راه تيقول مثلا، شي تيقول لك راه انتحر، شي تيقول لك راه مريض، شي تيقول لك راه هادي راه هادي. صاحب جلالي يتدخل ويعطيني حقي وحق ولدي، يوريني انا باش مات ولدي، باش مات ولدي 26 سنه وانا 26 سنه وانا كنوجد فيه. يا ربي لا ما تاخذك، يا ربي كنطلب من القوه الحيه ديال البلاد يوقفوا معايا. يا ربي يا ربي لا شك في الوفاه ديالو، انا 100% ما كاينش. انا ما كملستيستو باش هضرت معاه في الفيسبوك، تيضحك تيتذكر لو تيبغي الحياه، تيبغي يعيش، تيبغي هذا. انا باش يجي يقول لي ولدك راه انتحر ولا طاح من الصندوق ولا طاح من هذا ولا طاح من الدروج ولا من انا كنطاح بالدروج من هذا. على مال هذا الاوتيل هذا ما فيهش الكاميرات، ما فيه حتى شي حاجه. عطيوني الكاميرات وريوني انا داكشي اللي كاين تما ليه. الكاميرات الامارات ملي كتدخل من مطار دبي العينين ديالك تيشوفوها تيعرفوك فين راك. شتي العينين تيقلبوك العينين. وبالاحرى هذا اوتيل اللي سي ايطوا تيعيطوا له فاي بالجميرح. بعدا كاع اللي تيقول لك انا ولدي طاح من الدروج انا ما متقبلهاش، لحقاش لي زوتيل كاع كلهم تيخدموا غير بلي سانسور، راه ما كاينش هذيك الدروج، كيديروا غير ديك السكوريزم والشرج. ملي كاع ولدي طاح من الشرج تيكونوا مشمعين، تيكونوا مسمعين كامل من البريمير ايطاج لفوق تيكونوا مشمعين. انا كنطلب من القوه الحيه توقف معايا في هذا المسابقه اللي صافي ما عرفناش اشنو وقع ليه. كل واحد واشنو تيقول لينا، شي تيقول لنا طاح بكريزه في الدروج، شي تيقال لك انتحر مسيزيه ميطاج دابز مع صحابو. ما عرفناش. اخر مكالمه جاتنا هي انه الباكستاني صاحبو دار لاكارت ديالو الباسبور في الفيس، تتصلوا به الاصدقاء ديال الولد ديالي وهما اللي علموني ان ولدي راه ميت في السبيطار. فاش بحثنا واتصلنا مع الباكستاني قال لنا انه جا الولد من الخدمه ودواش وبدل وقال له انا خارج مع 4 ديال صحابي. انا ما عرفتش شكون هما هاد صحابو. صافي باكستاني ما عرفتش شنو شكون هما هاد صحابو. من بعد صافي كل واحد واشنو تيقول لنا، اتصلنا ما خلينا ما درنا حتى واحد ما بغى يعطينا راس الخيط، لا باش مات لا حتى شي حاجه. ولدي تيقولوا انتحر، ما يمكنش ينتحر. ولدي محب للحياه، ولدي هو تيطلب من الناس تيقول لهم الحياه زوينه عيشوا الحياه. انا براسي تيقول لها ماما عيشي حياتك الحياه زوينه. ما يمكنش ولدي ينتحر. تنطالبوا بفتح تحقيق نعرفوا ولدي باش مات. هذيك الليله اللي كان توفى فيها كان غادي يتلاقى مع اصدقاء ديالو من بينهم وهو اللي كان بالاسم ديالو لا شومبر اللي توفى فيها خليل. انا اللي بغيت نفهمو ان شخص توفى في واحد الغرفه بسميه اخر وما فتحوش معاه تحقيق، ما فتحوش تحقيق علاش كيفاش توفى وماشي بسميته ولا شومبر فين كانوا كاينين في الاوتيل. قالوا بانه طاح، مع العلم ان هذاك الاوتيل كامل ما فيهش الدروج، قالوا طاح في الدروج. قالوا بانه توفى في الاوتيل. الناس كاملين كيشهدوا على ان خليل مات بإيموراجي انترن ومات في لوبيتال. حد الان مازال ما توصلناش حتى بشي خبر، وكان واحد الغموض خطير حتى واحد ما كيبغينا حتى يعطينا حتى شي معلومه. كانوا مصادر كيقولوا على ان خليل بانه توفى في وسط الاوتيل وبانه هزوه وحولوه للوبيطال، وبانه كان شي جار بين الاصدقاء. ولكن حد الان مازال ما توصلنا حتى بشي خبر. طلبنا بانهم يوريونا كاميرات، قالوا سقوط في الاوتيل. طبيعه الحال واش كتخيلوا بانه شخص سقط في الاوتيل في الدروج ما غتكونش كاميرا سيرفيونس؟ امبوسيبل. عندنا تسجيلات كتقول على ان خليل في ديك الليله كان غيتلاقى مع الاصدقاء ديالو ومن بينهم باش بحثنا لقينا على ان لا شومبر في الاوتيل بالاسم ديالو. باش حاولنا نكونتاكتيوه باش نعرفوا الحقيقه شنو طاري. اون فوا كتهضر معاه كتذكر خليل كيبلوكيك وكيمسحك من الصفحه ديالو، لا على الفيسبوك لا على الانستغرام، وعنده نيميرو التليفون. حاولنا نتصلوا به طفى التليفون، ولا فامي كامله اللي كتحاول تكونتاكتيه كيدير نفس العمليه.